العلماء اتكلموا ووصلوا لأربع حاجات بتكون صريحة جدا وتدل ان اللي مات وفي الحاجات دي بيكون سوء خاتمة. ومعنى ان احنا نقول ان دي علامات سوء خاتمة ليس من حقنا اطلاقا ان احنا نحكم على اللي حصل له كده انه دخل النار ولا ربنا هيعذبه. دي مش بتاعتنا. لا احد يحكم على احد لا بجنة ولا بنار. محدش ربنا اداله الحق ده انه معاك روت يوزع للناس انت جنة وانت نار. ولكن احنا بنقول ده عشان ناخد بالنا منه وعلشان نبقى واخدين حذرنا وواخدين بالاسباب. الاربع علامات: واحد، عدم نطق الشهادة عند الموت، يتعذر عليه انه يقول لا اله الا الله. خلي بالكم كلمة لا اله الا الله من ثلاث حروف: ألف ولام وها. لا إله إلا الله. وسميت كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. أنت ممكن دلوقتي وحضرتك كمان تقولوا لا إله إلا الله وأنا قافل بقي وأنتوا قافلين بقكم. تعال نجربها كده. قلناها صح؟ عشان كده اسمها كلمة الإخلاص. فأول علامة من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله ربنا ينجينا إن اللي بيموت ما يقدرش يقول لا إله إلا الله. وفي قصة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان احد الصحابة والنبي عنده وكان يلقن لا اله الا الله ما كانش قادر يقول. تخيلوا صحابي مش قادر يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن امه فطلع بيعق امه او حصل مع امه مشكلة، فبعت صحابي لامه وقال لها ان النبي بيقول لك اعفو عنه لانه مش قادر ينطق الشهادة، حتى عفت الام عنه فنطق الشهادة. فعدم نطق لا اله الا الله، وده بيبقى ليه؟ لان بنكون بعاد عنها في الدنيا. العلامة التانية ان هو بيتغسل يبدأ جسمه او وشه يتغير ملامحه للأسوأ ويبدأ جسمه يسود. والعياذ بالله في ناس حضروا جنازات او غسل شافوا الحاجات دي. فالحاجة التانية ان جسمه شكله يبقى وحش وجسمه يبدأ يسود. العلامة التالتة ان خلال الدفن نفسه تجد عدد المصلين عليه قليلين جدا، والنعش تقيل وبطيء. النعش تقيل قوي على الناس وبطيء كأنه مش عايز يروح، لأنه سامع الناس اللي ماشيين في الجنازة، وده هنتكلم عنه في الحلقات اللي جاية بالتفصيل، لأنه سامع كلام الناس وعارف هو رايح فيه. العلامة الرابعة إن جسمه يبقى متخشب، جسمه يبقى يابس ناشف زي الخشب كده. فدي من العلامات اللي تكلم فيها أهل العلم بالأدلة المختلفة إنها علامات سوء خاتمة.